نتكلم عن الاي دروب تول. الاي دروب تول السيمبل بتاعها اي، ومجرد ما بكليك على اي بيعمل لها اكتيفيشن، بينشطها. الاي دروب تول احنا اتفقنا وشفناها واحنا اشتغلنا بيها كذا مره مع الكالر بيكر ومع الكالر رينج في السليكشن. الكالر بيكر بيشتغل بطريقه بسيطه جدا، ان بمجرد ما بتروح تكليك على كالر بتحطه كفور جراوند كالر، ولو عوزت تاخد كالر تاني تحطه كباك جراوند كالر ممكن تكليك على الالت وتكليك في مكان تاني فيحطه لك كباك جراوند كالر. يعني نقدر نختار باك جراوند كالر وفور جراوند كالر من غير ما ندوس على الاكس سكرين عشان نسويتش. حاجه تانيه عن الاي دروب تول ان هي بتشتغل مع الكالر بيكر. يعني انا لو عملت سيليكشن لتول تانيه ورحت عملت كليك على الكالر بيكر، هعمل كليك على الكالر بيكر، بمجرد ما بروح اسامبل كالر او باخد كالر من الكالر بيكر وبروح بخرج بره، الاي دروب تظهر لوحدها وتشتغل لوحدها على الكالر اللي انا بعمل له سيليكشن. فكده انا ممكن اخد كالر من صورة تانية وابتدي اشتغل بيها في الصورة بتاعتي. اوكي انا هعمل هنا كنسل واروح برضو مع الكالر بيكر تاني. الكالر بيكر الاي دروب تول فيها ليها كذا مود. يعني احنا ممكن واحنا بنعمل بيكنج لسامبل دلوقتي او بناخد سامبل دلوقتي، احنا دلوقتي بناخد سامبل من بيكسل واحد. طيب لو رحت دلوقتي غيرت المود بتاع السامبل بتاعتي، ممكن اخد 3 في 3 افريج 3 في 3، يعني 3 في 3 بيكسل، تمام؟ او ممكن اخد لحد 101 في 101. 101 في 101 يعني حجم كبير، يعني تقريبا ربع الايمج اللي انت شايفها. انا دلوقتي مثلا هغيره ل 31 في 31 او 51 في 51، تمام؟ وهروح اكليك في بوينت. البوينت دي زي ما انت شايف هي لونها اخضر، تمام؟ اللي حصل دلوقتي ان هو ما خدليش لون اخضر، هو عمل ميكس ل 50 بيكسل، تمام؟ 50 بيكسل مربع، يعني تقريبا قد المساحه دي كلها، وضرب اللونين على بعض وطلع لي افريج، تمام؟ طب لو جيت هنا على الحافه بتاعت اللون البينك ده واللي هي جنبها ابيض وجنبها ازرق، نشوف ايه اللي هيحصل. اوكي طلع لي لون بنفسجي لان هو ضرب اللونين دول على بعض. طب هروح الاصفر كده في الحافه هنا هيعمل لي كل دول لون، نشوف اللون ده هيبقى شكله ايه اهو. اوكي الاي دروب برضو بتشتغل، احنا اتفقنا ان احنا لو فاتحين اكتر من ايمج انا ممكن اسامبل من مكان وارجع اضيف الالوان دي للجديد. طب لو انا عايز اسامبل حاجه موجوده في مكان تاني غير فوتوشوب، يعني مثلا انا اللون ده بتاع الهولدر بتاع التول باليت عجبني، محتاج ان انا اضيف اللون ده للالوان بتاعتي، ايوه هو ده اللون اللي انا عايز اشتغل بيه. طيب هعمل ايه؟ هكليك في مكان وهدراج لحد اللون اللي انا عايزه، زي ما انت شايف في الكالر بيكر هو اختاره بقى اللون ده هو اللون ده، تمام؟ هغير الافرج بتاعتي لبوينت سامبل، تمام؟ واكليك تاني في حته وهروح اختار اللون، تمام؟ اوكي لو انا عايز اختار الازرق ده، الازرق اللي مع كلمه بي اس، واضح هكليك في مكان واروح اخد الازرق اللي مع بي اس. طيب كمان انت ممكن تاخد حاجه تانيه من مكان تاني. لو انا دلوقتي صغرت لا مش هصغر فوتوشوب، انا هكليك في مكان هاخد منه سامبل وهخلي صباعي زي ما هو وهعمل سويتشنج بالالت وتاب. الت وتاب هينقلنا ما بين البرامج اللي ويندوز مشغلها، يعني انا دلوقتي هعمل الت وتاب، تمام؟ واروح اختار البراوزر. البراوزر زي ما انتم شايفين انا فاتح فيه صوره، تمام؟ بمجرد ما بروح في اي مكان فيها وانا بدراج
هو بيعمل لي سامبلينج للاريا دي رغم ان انا الصوره دي موجوده في البراوزر مش موجوده في الفوتوشوب. تمام، هو متاخر شويه تمام، لكن برضو بيعمل السامبلينج بتاعنا. تمام، ادي السامبل. طب بمجرد ما هرفع صباعي كده وارجع لفوتوشوب تاني، تمام، بقت السامبل الجديده موجوده اللون الاحمر ده. ممكن اخد اللون الاحمر ده اعمل بيه سيلكشن، اعمل بيه فيل لمنطقه تانيه. ادي اللون الاحمر بتاع الفلفل، الفلفل اللي احنا كنا شايفينه من شويه واحنا واخدينه من ويب سايت. حاجه تانيه برضو موجوده مع الاي دروب تول، اي دروب تانيه موجوده معاها اللي هي الكالر سامبل تول. الكالر سامبل بمجرد ما بتروح في مكان وبتكليك فيه بتروح مطلعه الانفو بانل او الانفو باليت، وتقول لك ان الراجل ده الوان الار جي بي بتاعته كام وكام وكام، وهو مكانه فين اكس وواي. تمام، وكمان في مود تاني ان انت ممكن تغير المود اللي انت باصص له هنا في الكالر بتاعتك دي، مثلا تغيرها لسي ام واي كي كالر. انت مش هتغير حاجه، انت هتغير الطريقه اللي هو هيوري لك بيها المعلومات بس مش اكتر. ادي سي ام واي كي كالر، اوكي، ادي حاطط لنا الفاليوز بتاعت سي ام واي كي كالر للبوينت دي بس، رغم ان انا شغال ار جي بي، لا هي البوينت دي بس. تمام، بقت سي ام واي كي دي الانفو بتاعتها، ده سي ام واي كي. تمام، في تول تانيه برضو معاهم موجوده، دي هتساعدك قوي مع لما نبتدي نشتغل على الرولرز والجريدينت او الجريد، الرولرز والجريد. التول دي عباره عن مسطره اهي، رولر تول. تمام، بمجرد ما بروح على الرولر تول وببتدي ادراج بيها لاين، تمام، بتقول لي اللاين ده قد ايه. ادي اللاين بتاعي، ادي البيانات بتاعته. تمام، وعايز اكليك اسحب واحد تاني، اوكي، بيقول لك هو قد ايه ومكانه فين من الكانفاس. تمام، وبيحط لك البيانات بتاعته فوق. هنتعرض له تاني يعني بشكل مكثف قوي لما نبتدي نشرح الرولر والجايدز. تمام، اشوفك الدرس الجاي مع حاجة تانية.